متجوزه ومعايا اربع اولاد، ثلاثة اولاد وبنت. عند البنت عندها اعاقه حركيه، لحتى الان ما حدش عارف ايش اللي عندها. واحد بيقول له ضمور عضلات، وواحد بيقول لي تيبس في رجليها، واحد بيقول لي انه شلل دماغي. لحتى الان ما حدش عارف ايش مشكلتها يعني، بس كل واحد بدي انا اروح له على دكتور خاص، وانا معيش اروح على دكتور، على دكاتره خاص. الولد عنده فقد سمع، الولد عدى في غيبوبة لمدة 3 شهور، صارت عنده صفار نسبة عالية، وبعديها حمى شوكية، أثناء تغيير الدم جاته حمى شوكية وجرثومة في الدم، وغيب لمدة 3 شهور، بعديها فقد السمع. أنا عايشة لقيت عند أمي، دار عمي عندهم 40 نفر في قلب الدار، وما وسعتناش الدار، وقالوا لنا شوفوا لكم دار في الأجار. اتأجرنا دار لمدة 4 شهور، في ال4 شهور ما قدرناش نسد ولا شيء قدرنا نسد. قبل ما نسد المتأجر قلنا بدكم تطلع من الدار يا إما باخذ العفش. طلعنا من قلب الدار وما قدرناش نسد، أخذ العفش كله، أخذ طقم النوم وأخذ كل إشي مقابل العفش. وبعديها جت هنا إما فتحت لي دارها وقالت لي تفضلي عندي، وجت هنا في الغرفة هذه فوق. الغرفة بتسيل علي في الشتاء، بس الحمد لله مقويانة أنا وولادي وجوزي. بس مشكلتي لقيت أنا إن أنا مش قادر أجيب علاج ولادي. انا علاج اولادي ما يقارب 1000 شيكل، هاي دين الصيدليه، ما يقارب 1000 شيكل مش قادر اسده. والصيدلي كل يوم بيجيني لحتى الان، وجزء شيء بيشتغله في البلاستيك، بلم بلاستيك، لا عنده حمار لا يعزك، ولا عنده توكتك، ولا عنده شيء. اللي جنبي فيه غرفه حمام، وكان في دجاج، بس امي باعت الدجاج، وانا معي ربو، وعندي مشاكل في القلب، ما بتحملش يعني ريحه الحمام، بعدش علي يعني. انا يعني جوزي قاعد هنا بس هو بعبي لهم ميه، يعني بشوف امور البيت بس. انا وجوزي بننام هنا على الارض، والولاد بناموا على التخت، والولد الصغير جنبي. نفسي اني اعالج اولادي، هذا اول شيء. بنتي انا بنحرق قلبي عليها. انا اليوم رحت للدكتور وقلت له انا محروق قلبي على بنتي يا جماعه الخير، انا مش عارف ايش اعمل لبنتي. بنتي لحتى الان كل واحد بحكي لي ما في ايش في عندي، ما حدش راضي يحكي لي، عشان انا مش قادره اروح لهم على الدكاتره الخاصه واعطيهم مصاري. بتمنى بيت اول شغله من بابه يتسكر، مش مهم غرفه غرفه، المهم تكون ارضيه وما تكونش تسير، وتكون امنه للاولاد، لانه بنتي هاي بتقدرش تنزل على الدرج، هي بتنزل هي لسه امبارح انطبشت انفتح راسها، اخذت غرزه في راسها. نفس شغل لجوزي، مش طالبه ايش، طالبه حمار يشتغل عليه يا سيدي، مش طالبه ايش، انه يدخل قوت يوم على اولاده، مش يحس حاله اقل من اي زلمه. حد بس لو يتكفل في اهل صغار، بس انه ايش يسد بس دين الصيدليه ويتكفل في علاجهم فقط، بس في علاجهم. زي ما انت شايف ايش عندنا سايب غرفه فوق سطوح جنب غرفه حمام، فيش لنا ماوى يعني غير هيك يعني. عند اهلي فيش وسع، طلعت من عندهم ما قدرتش على الاجار لانه فيش شغل، فيش غير الحجه سكنتنا عندها فوق السطوح، هاي اللي قدرت عليه. كل شيء هذا بده سماعات، وهذيك البنت بدها علاجات وبدها تمشي ومش عارفين ايش نعمل لها يعني. وهذا الولد بده سماعات، لا بيحكي ولا بيتكلم، ولا في شغل ولا في شيء نصرف عليه، زي ما انت شايف وين عايشين وكيف عايشين. والحمد لله على كل شيء.